إذا ما حضرتنا الآن عن حالات في دعم الحياة القلبي المتقدم لتتضمن متلازمة إكليلية حادة ونشفة إخفارية واضطرابات النظم المختلفة. بداية المتلازمة الإكليلية حادة اللي هي بتشمل خناق صدر غير مستقر واحتشال أعضاء قلبية مع ارتفاع القطاع ST واحتشال أعضاء قلبية مع ارتفاع القطاع ST. طبعا بشكل كلاسيكي هذه المتلازمة الإكليلية حادة تظهر بالألم الصدري، ضيق التنفس، الألم اللي بينتشر للفك أو الذراع أو الكتف مع التعرق أو الغثيان أو الإقياء. طبعا مو كل الأفراد اللي بيعانوا من الأكيوت كوروناري سيندروم هن بيجوا بهي الأعراض الكلاسيكية، خاصة المسنين والنساء والمصابين بالسكري يكون عندهم اعتلال أعصاب، والنساء بيجوا بأعراض غير نموذجية. فانتبه، ما كل المرضى بيجوا بشكل كلاسيكي. نصنف المتلازمة الإكليلية حادة اللي هي بتشمل الانستابل انجينا، نقص صدر غير مستقر، ونون اس تي الفيشن والاس تي الفيشن ام اي. طبعا ستيبل انجينا هو اسمه مستقر فلا يصنف ضمن المتلازمة الإكليلية حادة، لكن لنميز بيناتهم انه عادة بالستيبل انجينا تخطيط القلب طبيعي والتروبونين طبيعي. المشكلة هي عبارة عن يعني تصلب عصيدي مغلق لجزء من الشريان. لما يعني يكون عندنا انستابل انجينا في عندنا معناتها تمزق للعصيدة، طبعا ما في احتشال لأنه ما سد العصيدة، ما سدت الشريان. ممكن يتظاهر بتخطيط طبيعي، وممكن يتظاهر بانقلاب تي، وممكن يتظاهر بزحول اس تي. والتروبونين أهم شيء بيكون طبيعي في الانستابل انجينا. بس حكينا اس تي اليفيشن ام اي ونون اس تي اليفيشن ام اي، يعني احتشاء عضلة قلبية. اللي بيميزهم هو اثنيناتهم بيسدوا الشريان. النون اس تي اليفيشن ام اي فيه تمزق عصيدة، والاس تي اليفيشن ام اي فيه تمزق عصيدة، واثنيناتهم بيسدوا الشريان. لكن انسداد الشريان هون هو خسارة بيضاء، اما هون خسارة حمراء، فبسموه الاحتشاء بنون اس تي اليفيشن ام اي، الغير عابر للجدار. اما العابر للجدار فهو يعني ST elevation MI ويترافق مع ارتفاع القطعة ST، او بالبداية بيكون يعني الموجة T مقببة يعني اول الاحتشاء. اما non ST elevation MI ممكن حتى يعني ممكن نظام مثل unstable angina بتخطيط طبيعي او زحولات ST او انقلاب T، لكن بميزون هدول هن التروبونين المرتفع. المعالجة البديلة في الإسعاف، جانا مريض عنده ألم صدري خناقي واضح بصفاته الكلاسيكية، نحط له أكسجين عشان نحافظ على الأكسجين بشكل جيد، خاصة لما يكون أكسجين تحت الـ 94، شوكة أنفية نحط له 4 لتر دقيقة، نعطي أسبرين 162 ل 325 مضغ، نتجنب الشكل الكوتيد المغطى، نتأكد أنه ما بيتحسس للأسبرين طبعا، نترك جليسرين ممكن نعطيه تحت اللسان أو بخاخ 0.3-0.4 ميلي جرام، نعطي جرعتين مرتين بفاصل 3-5 دقائق. طبعاً ما نستخدمه إذا كان الضغط نزل الانقباضي تحت 90، أو إذا كان المريض أخذ فياجرا خلال آخر 24 ساعة. فياجرا بتعرفوا المعروف بالنسبة لكم، السلدينافيل. لا يعطى طبعاً إذا شخصنا المريض احتشاء سفلي أو أيمن لأنه بيخفض الضغط، وهن بالأصل ضغطهم منخفض. المورفين نعطيه للتسكين الألم في حال عدم تسكين الألم على النيتروجليسرين، أو إذا نكس الألم تحسن ثم نكس، فعند النكس أو عدم تحسن على النيتروجليسرين نعطي المورفين. طبعا المورفين 10 ملي جرام، ممكن نعطي 1 ملي جرام أو 5 ملي جرام يعني بشكل متدرج بشكل وريدي، وانتبه مراقبة الضغط لأنه ممكن يعني ينزل الضغط على المورفين. ونخطط القلب الكهربائي، لاحظوا يعني هدول الإجراءات ممكن تعملهم بالإسعاف كلياتهم. تخطيط القلب الكهربائي عشان نصنف المتلازمة الإكليلية حادة، هل هي مع ارتفاع قطاع اس تي بالاحتشاء العضلة القلبية؟ والتغيرات الأخرى ممكن نشوفها بكل يعني بقية المتلازمة الإكليلية حادة، مثلا ممكن نشوف انقلاب تي، ممكن نشوف زحول اس تي، وممكن نشوف ضعف تطور ار أحيانا، فبدلنا إنه في احتشاء سابق لكن هذا بيتماشى مع النون اس تي إليفيشن ام اي. ونفتح خط وريدي بالحفرة المرفقية لأنه ممكن يصير عنا إنعاش، وعرفنا أنه لازم نعمل نعطي الأدوية بالحفرة المرفقية، هي أسهل شيء وأقرب شيء على القلب. طبعاً نعطي الأدوية كمان الخاصة بالمتلازمة الإكليلية الحادة، نركز على العلامات الحيوية خاصة الأكسجة والضغط والنبض، إذا في انخفاض ضغط أو نقص أكسجة
او اضطراب نظمي يبين معنا، نطلب استقصاءات مخبريه بشكل مبدئي، تروبونين، الشوارد، ودراسه التخسر. دراسه التخسر مهمه لانه ممكن نحن نعطي حالات الخسره نشوف شو وضع المريض، او نعطي ادويه مضادات التخسر مثلا او الاسبرين او الى اخره. طبعا ممكن نطلب صوت صدر شعاعيه عبر الجهاز النقال، طبعا ما هو شرط فورا، ممكن خلال 30 دقيقه. الغايه منا انه نتعرف عن وضع الصدر عند المريض، بفيدنا بتقييم المريض، لكن هذا مو اسعافي، ويعني عبر جهاز النقال، ليس نروح نبعث المريض وضع اجريه واحتشاء عضله قلبيه. اذا ممكن يكون تخطيط القلب طبيعي، ممكن يكون مرتفع، ممكن يكون الاستيم مرتفع او الاستيم منخفضه مع انقلاب تي. نوع الاحتشاء لازم نعرف يعني انواع الاحتشاء حسب ظهورها على التخطيط والشرايين المصابه. فالاحتشاء الجانبي بترتفع قطع اس تي على الليد 1 والاي في ال تمام والفي 5 وفي 6. هذا غالبا الشريان المتهم بالاحتشاء الجانبي هو الشريان المنعكس او الهامشي. الاحتشاء السفلي ليد 2 ليد 3 واي في اف يعني المسائل السفليه، ويكون الشريان المتهم هو الايمن او المنعكس. شايفين منعكس ممكن يكون كمان بالسفلي، المنعكس او الايمن. الاحتشاء الحجابي هو المساري في 1 وفي 2، الشريان المتهم هو اللاد، اللاد هو الشريان الامامي النازل. الاحتشاء الامامي بقى بيكون الارتفاعات من في 1 لفي 4 تمام، فبيكون من الشريان المتهم والشريان الامامي النازل. طبعا احيانا بيكون احتشاء واسع، فامامي جانبي واحيانا سفلي، فبنسميه احتشاء واسع. هذا مثال عن احتشاء امامي وجانبي، مثلا ارتفاع قطع اس تي على الليد 1 و في ال في 5 و في 6، والاحتشاء من في 2 ل في 4 ايضا. هذا مثال عن احتشاء سفلي، ارتفاعات قطع اس تي على المساري السفليه، عندنا علامه مراه على الليد 1 او في ال وفي 2 وفي 3 اللي بتدلنا على وجود احتشاء خلفي، علامه احتشاء خلفي طبعا. خطه تدبير احتشاء العضله القلبيه الاس تي اليفيشن ام اي، نحن اعطينا اسبرين بالبدايه 300 ملغ، نعطي كلوبيدوغريل 300 ملغ مضغ او بلع. واذا مخططين لنجري قسطره قلبيه واعاده ترويه اكليليه، هلا رح نشوف امتى نجريها، ممكن نعطي 600 ملغ. طبعا ما حدا بيعرف انه المريض بده ياخذ، لكن ممكن نعطي 300، واذا قررنا القسطره نعطي 300 ثاني. طبعا ممكن نعطي تيجا جريجرول وبرازوغريل، هذول لهم تفاصيل، ممكن بالايام الثانيه نعطي كلوبيدوغريل جرعه 75 ملغ. حاصر بيتا ممكن يعطي من اجله لبعد تطبيق حالات الخسره اذا طبقناها، مشان ما يصير عندنا انخفاض ضغط طبعا، لكن يعطى بكل حالات الاحتشاء مثل فيزوبرولول او ميتوبرولول. ليس انهبيتور واربيز في لها استطبابات، مو كل مرضى احتشاء. الاحتشاء الامامي ممكن نعطيه قصور القلب، السكري والضغط. مضادات تخسر لكل المرضى، كل مريض احتشاء نعطيه مضاد تخسر. الافضل هو الانوكسابارين الوريدي بنعطيه 30 ملي جرام، اذا نطبق ستريبتوكيناز طبعا، وسبكوتينيوس ثم 1 ملي جرام على الكيلوغرام مده 8 ايام، وحتى اعاده الترويه اذا عادت الترويه. الهبارين العادي بفضلوا اثناء اجراء القسطره، يعني لما نعمل قسطره ما بيعطوا جليكسان، بيعطوا الهبارين. الفوندابارينوكس مضاد استطباب اثناء اجراء القسطره، ما بنعطى الفوندابارينوكس، هو مضادات تخسر لكن لا يعطى اثناء اجراء القسطره. طيب شلون بنعيد الترويه للمريض؟ اعطينا هاي الادويه الاساسيه. اعاده الترويه ما نحل الخسره اللي تشكلت وسدت الشريان، او عبر التداخل الاكليلي عبر الجلد. فبنسأل نفسنا هذا السؤال، إذا كان المدة لمركز القسطرة أقل من 120 دقيقة، يعني ممكن بسرعة نوصل لمركز القسطرة أقل من ساعتين، فالأفضل هو نعمل تداخل إكليلي عبر الجلد، سموه برايمري بي سي آي. إذا كانت المدة لمركز القسطرة تفوق ال 120 دقيقة، بنطول أكثر من ساعتين، لا بنحل الخسرة، ويعني بعدين ننقل المريض للقسطرة القلبية، فنكسب الوقت. لكن حل الخسره يعني بحالات الخسره ستريبتوكيناز بده يكون خلال 12 ساعه الاولى من بدء التظاهر، اذا اكثر من 12 ساعه ما راح يفيدوا حل الخسره، فبنلجا هون للقسطره. طبعا لازم نتاكد من مضادات الاستطباب، مضادات الاستطباب تطبيق حالات الخسره هو يعني النزف الدماغي السابق او الستروك غير معروف يعني الشكل،
بأي وقت. الإسكيميك ستروك خلال 6 أشهر الماضية يفضل عدم تطبيق أو مضاد استطباء مطلق تطبيق حالات الخسرة، لأنه ممكن ينزف ضمن الاحتشاب، تكون منطقة الاحتشاب هشة. أي أذية للجهاز العصبي المركزي، يعني رضوض مثلا أو أورام أو تشوهات شريانية وريدية معروفة، فمضاد استطباء مطلق. الرضوض الحديثة، الجراحة الحديثة، أذية الرأس خلال الشهر الماضي، رضوض الرأس طبعا. النزف الهضمي خلال الشهر الماضي أيضا. أي مرض نزفي معروف، يعني مثل ناعور مثلا، فون ويلبراند، هذا مضاد استطباب مطلق، لكن الدورة التمصية لا تعد من مضادات الاستطباب. التسلخ الأبهر مضاد استطباب مطلق، لذلك يجب نفيه بقياس الضغط بالطرفين دائما حتى لو كان عندنا ارتفاع قطاع ST. أي نزف أو بزل غير قابل للضغط في 24 ساعة الماضية، مثل مثلا خزعة كبد ما بتنضغط، بزل القطني ما بينضغط، ممكن يعني المرضى هدول يعني نأجل تطبيق حال الخسرة. مضادات الاستطباب النسبية، الله هون يعني نسبية، فممكن أنت توازن بين أنك تطبع حال الخسرة أو ترسل المريض للقسطرة القلبية. TIA خلال 6 أشهر الماضية، مو الإسكيميك ستروك، TIA المريض موضوع على مضادات التخسر مثلا وارفارين أو ريبراكسوفان. الحمل خلال أو خلال الأسبوع الأول بعد الولادة. الارتفاع الضغط المعند، ضغط فوق 180/110. أمراض كبد متقدمة، التهاب الشغاف الإنتاني، النزف الفعال القرحي، وال مو النزف الفعالي، القرحة الهضمية الفعالة، أو الإنعاش يعني المطول، خاصة الإنعاش الرضي. طبعا حط بذهننا أنه المرضى اللي نجوا من الإنعاش من توقف القلب، يعني نجوا وخططنا لهم بعد عودة الدوران العفوي طلعوا احتشاء عضلة قلبية، هدول مباشرة على القسطرة القلبية لأنه هاي ريسك. خطة تدبير المرضى المتلازمة الإكليلية بدون ارتفاع قطاع ST، يعني سواء نون ST إليفيشن إم آي أو أنستيبل أنجينا، كمان نعطيهم كلوبيدوغرين، نعطيهم حاصلات بيتا، الأيس والأربيز للمرضى اللي عندهم قصور قلب سكري وضغط، يعني هون ما في احتشاء ما بالأمن. مضادات تخسر، هون ما في الجرعة الوريدية اللي خاصة بالستريبتوكيناز، إنوكسابارين 1 ميلي جرام على الكيلو كل 12 ساعة مدة 8 أيام أو حتى إعادة التروية. البارين العادي أثناء القسطرة، الكوندوبارينوكس مضاد استطباب أثناء القسطرة نفس الحكي. هون ما في حالات خسرة، انتبهوا ما في حالات خسرة، رغم أنه في خسرة بيضاء بالمام ستي إليفيشن إم آي، لكن ما بنحل الخسرة، مضاد استطباب مطلق طبعا. من الداخل يعني نلجأ للقسطرة القلبية والتدخل الإكليلي عبر الجلد في حالات مخصصة في هاي الحالة، مثلا إذا ارتفع التروبونين كان طبيعي وارتفع أو كان هو مرتفع من البداية، حدوث تسرع بطيني عند المريض، علامات قصور قلب عند المريض، أي اضطراب هيموديناميكي صدمة مثلا قلبية لازم نعمل تدخل إكليلي، واحد عنده ألم صدري لكن متكرر وناكس فلازم نعمل أيضا تداخل إكليلي. الزحول المستمر للإستي أو المتكرر، يعني بيرجع طبيعي بيرجع بينكس، يصير عندنا زحول جديد أو تطور زحول بشكل مستمر، هذا بده تداخل إكليلي عبر الجلد. ننتقل الآن للنشبة. النشبة الدماغية أو السكتة الدماغية أو الأكيوت ستروك هي حالة بتوقف فيها تدفق الدم الطبيعي للدماغ. ممكن تحدث السكتات الدماغية في قسمين رئيسيين، الأقفارية واللي هي أشعة 87% والنزفية 13%. طبعا الأعراض يعني غالبا يعني سواء أقفاري أو نزفي بيكونوا متشابهات، عبارة عن يعني أعراض يعني الضعف الذراع أو ضعف الساق أو حتى يعني الشلل الوجهي، أحيانا مشاكل في الرؤية، تخليط ذهني، غثيان وأقياء، عسر الكلام أو الرتة، أو أحيانا السكتة يعني الكلامية، المشاكل المشي أو الحركة، وأحيانا الصداع الشديد نشوفه بالحالات السكتة النزفية. ما بيميز السكتة الأقفارية، لكن بالسكتة النزفية ممكن
مريض يعاني من صداع شديد، لكن يعني ما صحيح ما بتميز الأعراض السريرية، لكن العلاج بيناتهم مختلف جدا، لذلك لازم نميزهم بشكل شعاعي لأنه العلاج مختلف. فأي مريض جينا بهي الأعراض، أعراض السكتة الدماغية الحادة، نبلش نعطيه أكسجين إذا في نقص أكسجين، نطلب تصوير سواء طبقي محوري للدماغ بدون حقن أو رنين مغناطيسي وهو الأفضل، ونتميز السكتة الأقفارية. أما السكتة النصفية يعني تظهر مباشرة على الطبقي المحوري، أما السكتة الأقفارية تتأخر 24 ساعة. لكن إذا طلع الطبقي طبيعي ويعني الشك بالسكتة الدماغية الأقفارية بيظل عالي حتى لو كان الطبقي طبيعي لأنه بيتأخر. تخطيط قلب الكهربائي دائما أساسي في السكتة الأقفارية لأنه بنكشف لنا اضطرابات النظم والتغيرات الأقفارية مرافقة. بنعمل فتح خط وريدي للمريض، يفضل الحفرة المرفقية مشان نعطي الأدوية الوريدية اللازمة حسب يعني تصنيف المتلازمة، وممكن نحتاجه يعني ممكن يحدث عنا اختلاطات أو أي أمور أخرى. الفحص العصبي مركز على العلامات الحيوية، فتح الطريق الهوائي لأنه هدول المرضى ممكن يكون عندهم تخليط ذهني أو غياب عن الوعي. بنطلب الواسمات القلبية والشوارد ودراسة التخثر ومنحلل سكر الدم. طبعاً دراسة التخثر لأنه ممكن يكون نصف الدماغي سببه اضطراب تخثري سواء يعني نقص صفيحات أو اضطرابات وظائف التخثر البيتي والبيتي تيكي. خط التدبير النشفة الأقفارية، لاحظوا ما حكينا عن النشفة النصفية لأنه علاجها هي علاج داعم فقط، ما في أي علاج نوعي للنصف الدماغي، وإنما يعني النشفة الأقفارية هي العلاجات النوعية. أول علاج والعلاج النوعي هو إعطاء حالات الخسرة طبعا وفق الشروط وبغياب مضادات الاستطباب. الشروط هي ثلاثة، إنه العمر فوق 18 سنة، لازم يكون بدء الأعراض خلال 3 ساعات، ويعني مقبول في 4 ساعات ونص في بعض الحالات، فغالبا المرضى بيتأخروا أكثر من هيك، غالبا ما بيطبق لهم، لكن إذا أجوا خلال 3 ساعات الأولى من بدء الأعراض أو 4 ساعات ونص في حالات خاصة ممكن نطبق حال الخسرة. والشرط الثالث هو الضغط الانقباضي، لازم يكون ما هو مرتفع، لازم يكون تحت 185 على 110 ملم زئبقي. طبعا في حال ما كان المريض قابل لتطبيق حال الخسرة، يعني ما انطبقت عليه الشروط أو عنده مضادات استطباب، هلا راح نشوفها، فممكن نعطيه الأسبرين مباشرة أو الكلوبيدوغريل إذا كان متحسس على الأسبرين أو عنده مشكلة هضمية مثلا، أو ممكن نعطي يعني الأسبرين مع الكلوبيدوغريل لما تكون السكتة خفيفة. السكتة خفيفة تميزها ممكن عبر يعني بعض المعايير المقيسة NHISS ويعني عبر الطبقي المحوري، نعطيهم بشكل يعني مشارك لمدة 21 يوم. أما إذا كان المريض طبق حال خسرة فنؤجل أعطاء الأسبرين أو الكلوبيدوغريل لبعد مرور 24 ساعة. إذن في حال حل الخسرة ما بنعطي أسبرين لبعد 24 ساعة، أما في حال ما حلينا خسرة مباشرة بنعطي الأسبرين. طبعا بنعطي الأتورفاستاتين جرعة 40 ميلي جرام، وندبر ارتفاع الضغط سكتة الإقفارية حسب رقم الضغط وحسب تطبيق حال الخسرة مع دم. إذا طبقنا حال خسرة نحن يعني بنعرف إنه لازم يكون ضغط يعني تحت 185 على 110، فبنضبط الضغط يعني استخدام بعض الأدوية الوريدية مثل الكاردبين أو اللابيتالول الوريدي، بس لننزل الضغط تحت 185 على 110، وإذا ما نزل الضغط ما نطبق حال الخسرة، يعني هذا شرط أساسي. إذا ما نطبق حال الخسرة ما في داعي لتخفيض الضغط إلا إذا كان عندنا الضغط الانقباضي فوق 220 على أو الانبساطي على 12، وبنخفضه يعني بس بمجال 15% خلال 24 ساعة الأولى. طبعا مضادات التخثر مثلا إنوكسابارين هو ما بتنعطى بالنشفة الأقفارية، وإذا كان في إلى استطباب مثلا والله طلع عندنا خسرة طلع عندنا رجفان زيني من أجله لبعد 1 لـ 2 أسبوع. أي مضادات استطباب تطبيق حالات الخسرة، العمر أقل من 18 ما بصير نطبقها، ردود الرأس أو النشفة السابقة خلال 3 شهور، أي أعراض تقترح نزف تحت عنكبوتي ما بنطبقها، أي بزل شرياني في 7 أيام ماضية في موضع غير قابل للضغط مثل مثلا خزنة الكبد، قصة نزف دماغي سابق ما بصير نطبقها،
الورم بالقحفة وتشوه رعاية وأم دم بالقحف كمان ما مطبق، جراحة في النخاع الشوكي أو داخل القحف حديثة كمان ما مطبق، الضغط الانقباضي فوق 185 أو الانبساطي فوق 110، أي نزف فعال داخلي مثلا بما فيه النزف الهضمي، تعداد صفيحات تحت 100,000 ما منطبق، إذا واحد بيستخدم الهيبارين ب 48 ساعة السابقة وعنده تطاول بتي كي أكثر من الحد الطبيعي الأعلى، الأي إن آر فوق 1.7 أو زمن الثرومبو زمن البيتي أكثر من 15 ثانية، أي استخدام حي مضادات ثرومبين مباشرة ومثبطات العامل العشر مفعل مثل الريبروكسابان أو الابيسكسابان، مستويات الجلوكوز تحت ال 50 كمان ما بنطبق، وإذا كان عندنا الطبق المحوري أظهر لنا إنه احتشاء متعدد الفصوص النقص الكثافي بيشمل أكثر من ثلث نصف الكرة المخية، ف يعني هون ما بنطبق لأنه في احتمال كثير تطبيق حالة الخسرة يصير عندنا نزف دماغ. ننتقل الآن لاضطرابات النظم الشائعة اللي بنشوفها أحياناً كثير أحياناً وتتطلب مننا دعم حياتي متقدم. ممكن اضطرابات النظم يعني تشمل البطينات أو الأذينات أو العقدة الجيبية أو العقدة الأذينية البطينية. فإذا شملت لنا العقدة الجيبية فممكن اضطرابات النظم تكون بطيئة أو سريعة، بطء قلب نسميه جيبي أو تسرع قلب جيبي. إذا شملت الأذينات ممكن نشوف الـ SVT، ممكن نشوف الرفرفة الأذينية الـ Atrial Flutter ورجفان الأذيني الـ Atrial Fibrillation. إذا شملت العقدة الأذينية البطينية بين الأذينة والبطينة ممكن هون يصير عندنا الحصارات بقى الدرجة الأولى والثانية والثالثة. إذا شملت البطينات ممكن تبدأ بتظاهر خارج انقباض، ممكن تظهر تسرع بطيني، والتسرع البطيني ممكن نشوفه بتوقف القلب وممكن نشوفه عند الشخص الطبيعي، يعني القصد انه ممكن نشوفه مع نبض وممكن نشوفه بدون نبض. اما الرجفان البطيني حصرا اثناء الانعاش القلبي الرئوي وتكلمنا شلون بنعالجه بالصدم الكهربائي 200 جو. رح نفصل الان هي اضطرابات النظم المختلفه. نبدا بالتسرعات، وتسرع القلب الجيبي يعني منتظم جيبي في موجه بي موجوده وسرعته اكثر من 100. عمليا هذا ما بيحتاج اي معالجه سواء بالانعاش او يعني هذه كانت بنحوله للعياده الداخليه او القلبيه لنعرف الاسباب المختلفه، ممكن يكون حراره، ممكن يكون رجفان اذيني، ممكن المريض عنده شويه توتر، قلق، بيشرب قهوه كثير الى اخره. اذا هذا مو اسعافي. الرجفان الاذيني او الرفرفه الاذينيه بالحالتين ما في موجه بي، بيكون غير منتظم الرجفان الأذيني ومنتظم بالرفرفة الأذينية. رفرفة بتظهر بشكل أسنان المنشار، ممكن أحيانا تنقلب لرجفان أذيني يعني فننتبه عليها. عفوا المعالجة حسب حالة المريض، سواء يعني بالرجفان الأذيني أو بالرفرفة. إذا المريض غير مستقر رح نقلب النظم، وقلب النظم بالرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية بيكون متزامن لكن كمية الجول مختلفة. ففي الرجفان الأذيني صدم 120 ل 200 جول، أما بالرفرفة فقلب النظم بيكون بجرعة أخف 50 ل 100 جول. إذا بكليهما غير بشكل متزامن. أما إذا كان المريض مستقر فبنلجأ لإبطاء النظم ب يعني الحاصرات مثل الميتوبرولول، حاصرات بيتا أو حاصرات الكلس مثل البيربامين، ممكن نرجع حتى للأميودارون والديجوكسين. كلمتين عن الرجفان الأذيني لأنه مهم جداً علاجه. في عندنا ثلاث أزرع لمعالجة الرجفان الأذيني. أول زراعة هو نضبط يعني السرعة، وهو أهم صراحة خطوة أنه نبطئ النظم لأنه التسارعات ممكن تؤدي لاعتلالات عضلية قلبية، ونضبط النظم يعني نقلب النظم ونوقي المريض من الخسار ثرومبوإمبوليزم اللي ممكن الرجفان الأذيني كثير يكون الأذينة مليئة بالخسارات فممكن تطلع هاي الخسارات إلى الدماغ. لذلك التعامل مع الرجفان الأذيني والحديث خاصة يعني في له يعني طريقة معينة. أول خطوة يمكن أنها ضبط النبض، ضبط السرعة عشان نبطئ النبض، بعدها نلجأ لضبط النظم. نسأل نفسنا السؤال التالي، هل المريض مستقر أو غير مستقر؟ إذا كان غير مستقر والله إذا كان
يعني حديث أو قديم بدنا نصدمه. علامات عدم الاستقرار رح نذكرها بعد قليل، مذكر فيها هو يعني الهبوط الضغط، الصدمة القلبية، الألم الصدري والتغيم، الوعي والوزمة الرئة. مباشرة رجفان أذيني غير مستقر، نصدم مريض 120 ل 200 جول، صدمة متزامنة، ومن ميع طبعا حسب جاد فاسكو. هلا رح نحكي. طيب مريض مستقر، نسأل حالنا السؤال الثاني، هل الرجفان حديث جدا أقل من 48 ساعة ولا أكثر من 48 ساعة؟ الله، إذا أقل من 48 ساعة ما بتلحق الخسارات تتشكل. طبعا هذا كتير صعب أوبجكتيف شوي، ممكن بعض المرضى ما يتعاونوا ويحددوا لك، ممكن بعض المرضى يكونوا عندك بالمشفى مقبولين وبتعرف أنت تخطيطهم القلب. يعني أي شغلة حلوة أنه نحن نوقي المريض من الرجفان الأذيني. فإذا كان أقل من 48 ساعة ما في مشكلة بالصدم، قلب النظم مباشرة حتى لو كان مستقر، لأنه هون الصدمة الكهربائية يعني ممكن يعني ترجع لنا رجفان أذيني بشكل مباشر، أو ممكن نقلب النظم بشكل دوائي. نمنح المريض يعني القرار أنه تحب صدمة تحب قلب النظم الدوائي. قلب النظم الدوائي بتأخر شوي، لكن الصدمة الكهربائية مباشرة بيقلب النظم. إذا كان تحت 48 ساعة ما راح تتشكل الخسارات، قلب النظم ما بيضر أبدا، نقلب النظم بشكل متزامن 120-200 جول أو بشكل دوائي. طبعا الأدوية اللي بتقلب ممكن عنا الأميودارون، ومن 100 حسب شات فاسك 2. إذا كان أكثر من 48 ساعة هون خوفنا بقى بيكون كثير كبير انه يكون في عنا خسارات. فعنا يعني خيارين. الخيار الاول اذا متوفر ايكو عبر المري، نعمل ايكو عبر المري ونطلع الأذينه، اذا ما فيها صمات نصدم مباشره. طبعا من ميع قبل الصدم، لانه يعني نخشى انه يكون في خسارات صغيره ما بين معنا. من ميع قبل الصدم ويعني نصدم المريض ونستمر بالتميان لمده اكثر من 4 اسابيع وحسب شات فاسك 2 بعدها. الله، إذا التمييع يعني عفوا أكثر من 48 ساعة وما عندنا إيكو عبر المري، نميع 3 أسابيع بعدين نقلب النظم، ويعني نميع لمدة 4 أسابيع بعدين حسب شاد فاسك. الله، إبطاء النظم إنها هي أول خطوة، إبطاء النبض عفوا، ضبط النبض، ضبط السرعة، سرعة الاستجابة أول خطوة. إذا كان في عندنا يعني قصور قلب فممكن يعني نعطي الحاصلات بيتا بجرعات منخفضة. طبعا ممكن نعطي أميودارون كمان، يعني للمريض اللي عنده مثلا قصور قلب وعنده ضغطه منخفض، يعني في عنده انخفاض ضغط، فما بنحسن نعطي حاصلات بيتا. ويعني هو بحد ذاته الرجفان زين أحيانا بيخفض الضغط، يعني المريض عنده كتير ejection fraction منخفضة أو ضغطه منخفض، فبنلجأ للأميودارون لإبطاء النظم. طبعا هدفنا دائما يكون النظم النبض تحت 110. إذا ما استجاب المريض ممكن نلجأ للديجوكسين، وهدفنا دائما ينزل النبض تحت 110، نتجنب إذا في عنا بطء نبض. اما اذا كان ما في قصور قلب فهون ممكن نعطي حاصل بيتا، وممكن نعطي حتى حاصلات الكلس دلتيازم وفيربامين اللي هن مضاد استطباب لقصور القلب، لذلك ما حطيناهم هون. اذا هون بس لما يكون ايجكشن فراكشن كويس، ويعني هدفنا كالعاده انه يكون نبض تحت 110. اذا ما تحسن نضيف الديجوكسين. يعني اذا الديجوكسين هو خط ثاني بالطرفين، حاصلات بيتا خط اول بالطرفين، هون نعطي حاصلات الكلس ويعني بديل عن حاصل بتا بالقصور قلب الشديد والهبوط الضغط الأميو دارون. لما قلبنا النظم، قررنا قلب النظم بشكل يعني ما هو عبر الصادم إنه عبر الأدوية، ففي عنا عدة خيارات. الخيار الأفضل هو إعطاء الأميو دارون، وهو متوفر صراحة، لكن ممكن نحن يعني حسب الحالة ناخذ القرار. مثلا اللي عندهم قصور قلب شديد او عندهم تضيق ابهري شديد، هدول بسمون يعني مرض قلبي هام جدا، نعطي الأميودارون.
عندهم امراض قلبيه اكليليه ممكن نعطي الاميودارون، وممكن نعطي يعني هو كمان خيار الاول او برنا كلانت. اذا ما في مشكله قلبيه هون بقى يعني الخيارات الاخرى كلها مسموحه، فلاكينيد، ايبوتيليد، بروبافينون، فلاكينيد وبروبافينون يعني الفموي، سواء الفموي او الوريدي. هون فلاكينيد والبروبافينون وريدي، هون فموي. فالمرضى القلبيين الاميودارون، المرضى الغير قلبيين ممكن نستخدم الادويه الثانيه. حكينا عن تشات باسك 2 مشان التمييع، رح نتعرف شو هذا تشات باسك 2. عباره عن اختصار يعني بعض الكلمات. السي هي congestive heart failure، وجود قصور قلب بياخذ نقطه. الاتش يعني hypertension، ضغط بياخذ نقطه. الاي الى نقطتين، والى نقطه هون مثل ما شايفين في ايتين. اللي بتاخذ نقطتين هو اللي عمره 75 فما فوق، اللي عمره 65 ل 74 بياخذ نقطه واحده. السكر بياخذ نقطة. هون وصلنا لعند الـ S2، سواء ستروك أو TIA أو عنده انصمام كثاري سابق بياخذ نقطتين. الفاسك هون الـ V هي فاسكولار، أي مرض يعني وعائي سواء محيطي أو احتشاء عضلة قلبية أو صمي عصيدي للأبهر بياخذ نقطة. واخيرا الاس الاخيره اس سي بسموها 6 كاتيجوري، تصنيف الجنسي يعني انثى، الانثى بتاخذ واحد. فبنحسب تشات باسك 2 اذا كان طبعا المريض عنده صمام صنعي، فيعني او يعني تضيق تاجي شديد الى متوسط، فمباشره بنروح على التمييع بمضادات التخثر اللي هي فيتامين كاف، فيتامين كاف انتي كوغولانت اللي هو وارفرين. اذا صمام صنعي او تضيق صمام تاجي فورا على الوارفرين. ما في صمام صنعي او تضيق تاجي بنروح على تشات باسك 2 وبنقيم. اذا كان صفر طلع عنا ما في داعي لنعطي لا مضادات اتصاق صفيحات ولا نعطي مضاد تخثر. اذا كان طلع واحد ممكن نعطيه مضادات تخثر، ممكن نعطيه، ما ضروري يعني نعطيه. اما اذا كان اكثر او يساوي اثنين فلازم نعطي يعني مضادات التخثر الفمويه، سواء يعني كان مضاد التخثر فيتامين كاف او نون فيتامين كافس. ممكن نعطي وارفرين او ريفوركسابان واك، هذول ريفوركسابان ابسكسابان الى اخره. طبعا هيدي يعني عمليه بتنجرى يعني الاذينه، مثل بسموه وساده اذينيه، لما يكون في عندنا مضادات استطباب لحالات لمضادات التخثر. ننتقل يعني اضطراب نظم اخر هو التسرع القلب فوق البطيني البي اس في تي. سرعه عاده فوق ال 100، ما في موجات بي لكن منتظم. المعالجه حسب حاله المريض، اذا المريض غير مستقر بنقله بالنظم، لكن قلب النظم هنا بجرعه خفيفه بشكل متزامن 50 ل 100 جول مثل الرفرفة الأذينية. والحقيقة يعني الرفرفة الأذينية الأفضل هو قلب النظم فيها. المريض مستقر، ما في عنده هبوط ضغط، ما في عنده ألم صدري، ما في عنده وزنة رئة، ما في عنده قصور قلب، ما في صدمة قلبية، ما في هبوط ضغط، ما في تغيير وعي. بنلجأ لمناورات مبهمية، في عدة يعني مناورات مبهمية بنعرفها، مناورة فالسلفا، النفخ عبر السرنج يعني السرنج الفاضي، تمسيد الجيب السباتي بعد التأكد أنه ما في تصلب عصيدي، تحريض منعكس الأقياء. في حال عدم نجاح المناورات المبهمية، إذا الخطوة الأولى مناورات مبهمية، في حال عدم نجاحها نقلب النظم دوائيا. الخط الأول هو الأدينوزين 6 ملي جرام ثم 12 ملي جرام. ممكن خيارات أخرى الفيرابامين، الأميودارون والميتوبرولول. إذا هي حالات يعني علامات عدم الاستقرار اللي بنصدم فيها عادة، قصور قلب الحاد، غياب الوعي، هبوط الضغط، علامات الصدمه واعراض نقص الترويه من عدم الارتياح الصدري. من يعني الحالات المهمه جدا اضطرابات النظم، ممكن تسرع القلب البطيني مع نبض. يعني تسرع القلب البطيني بدون نبض هذا بالانعاش بنشوفه، لكن ممكن نشوف نبض ونشوف تسرع بطيني. سرعه فوق ال 150، ما في موجات بي، كيو ار اس عريض، و
ممكن يكون منتظم، ممكن يكون غير منتظم، لكن هون شايفينه منتظم. غالبا لما يكون مع نبض بيكون منتظم. المعالجة حسب حالة المريض، يعني المريض غير مستقر ممكن نقلب النظم مباشرة 200 جول، والصدم ممكن هون متزامن كون في نبض. المريض المستقر ممكن نقلبه دوائيا بالأميودارون 150 ملي جرام بنسربه خلال 10 دقائق، بعدين ندخل المريض على العناية نعطيه 1 ملي جرام على الدقيقة لمدة 6 ساعات ونصف ملي جرام على الدقيقة لمدة 18 ساعة المتبقية. إذا تسريب الأميودارون بهي الطريقة. هذا المخطط لنفهم يعني تسرعات القلب. عادة تسرعات القلب بتكون فوق 150، يعني تسرعات القلب الهامة اللي ممكن نشوفها بعد الإنعاش القلبي الرئوي. لا تنسوا دائما الـ ABC، نشوف الأكسجة، نتأكد من الطريق الهوائي، نراقب النظم، نراقب الضغط والأكسجة، نفتح الطريق الوريدي ونقيم التخطيط بشكل جيد. في حال عنا يعني علامات عدم استقرار مثل انخفاض الضغط، تغير الوعي، علامات الصدمة، الألم الصدري وقصور قلب الحاد يعني وزمة الرئة، فورا بنروح على الصدم. الصدم طبعا بده يكون يعني بعد التهدئة، بنعطي مثلا كيتامين أو بنعطي ميدازولام لأنه الصدم مؤلم، فانتبه يعني نهدي المريض نيمه شخطة من يعني من كيتامين 1 سنتيم كيتامين أو من الميدازولام، ويعني ممكن يعني نصدم المريض. طبعا لما يكون في عندنا تسرع قلب يعني منتظم ضيق المركب فورا بنشك بالSVT فبنعطي أدينوزين. وكمان يعني الأدينوزين 6 ملي جرام بعدين 12 ملي جرام. في حال كان عندنا الQRS عريض فهون بنشك بقى بالاضطرابات النظم الأخرى مثل مثلا الVT مع نبض. ممكن أحيانا يكون في عنا يعني إذا كان منتظم يكون عنا SVT مع QRS عريض، هذا يعني نشوفها بحالات مثلا مثل الـ يعني الليفت باندل مع VT. فممكن نعطي هون يعني الأدينوزين إذا كان شاكين بالSVT، وإذا كان عنا شاكين بالSVT شاكين بالVT لأنه كونه عريض المركب فممكن نعطي الأميودارون مثل الطريقة اللي حكينا فيها. لا تنسوا يعني ممكن يجينا مثلا مريض SVT أو VT ويكون وولف باركنسون وايت، وهذه صعبة جدا وأحيانا يعني تضر المريض إذا أعطيته هاي الأدوية الأميودارون أو الأدينوزين أو حتى حصرات بيتا. فالعلاج هو البروكاين أميد هنا، وهي بدها يعني خبرة كتير كبيرة ويعني يكون مريض معروف بالنسبة لك. طبعا البروكاين أميد بنعطى ب 20 ل 50 ملي جرام على الدقيقة. طبعا الجرعة القصوى طبعا 17 ميكروغرام على الدقيقة على الكيلوغرام. الصدم نرجع نعيدهم، إذا كان في عندنا يعني الصدم ضيق ومنتظم، ضيق المركب ومنتظم، هدول يعني الـ SVT والرفرفة الأذينية 50 ل 100 جول. إذا كان ضيق المركب لكن غير منتظم مثل الرجفان الأذيني 120 ل 200 جول وممكن حتى 200 جول إذا كان مونوفيزيك من جرعة أعلى يعني. طبعا إذا كان عريض المركب ومنتظم فممكن يكون هذا يعني SVT فبنعطي 100 جول، لكن عريض المركب وغير منتظم فورا بنروح على يعني غير متزامن وممكن نعطي يعني الصدم الكهربائي. ننتقل لتباطؤات القلب. بطء القلب الجيبي أول شيء، سرعته أقل من 60، منتظم، جيبي يعني في موجة بي بتكون موجودة. هلا بطء القلب الجيبي ممكن كثير يكون بعد الإنعاش القلبي الرئوي. لا ننسى نحط بذهننا إعطاء الأكسجين لأنه ممكن نقص الأكسجين يسبب لنا بطء القلب مثل ما شفنا بالسبب. نادرا ما يستطب اعطاء ادويه الا اذا كان في اعراض هامه. الاتروبين بنعطيه بجرعه 1 ملي جرام بنكرره كل 3 الى 5 دقائق، جرعه قصوى 3 ملي جرام. حقيقه هذا تحديث جديد، بالنسخ اللي قبلها كانوا يقولوا نص ملي جرام اعطاء الاتروبين، هلا صار يحكوا بال 1 ملي جرام. طبعا لا تنسوا انه بالتسمم بالمبيدات الحشريه بنعطي جرعات اكبر
مضاعف 2 ميلي جرام، وما في حد أقصى لإعطاء الأتروبين، إنما نوقف إعطاء الأتروبين لما بيصير يعني المفرزات بتغيب يعني. فإذا بس في الإنعاش القلبي الرئوي أو بالإنعاش المتقدم يعني الحياة المتقدم، الحد الأقصى 3 ميلي جرام، بس مبيدات حشرية غير شكل. الجرعة الجديدة هي 1 ميلي جرام وليست نص ميلي جرام. في حال ما تحسن المريض على الأتروبين ممكن نلجأ لنظم الخطة، ممكن نلجأ حتى لإعطاء يعني المقبضات الوعائية مثل الأدرينالين أو الدوبامين 2 إلى 10 ميكروغرام من الأدرينالين على الدقيقة أو 25 ميكروغرام على الدقيقة من الدوبامين. لاحظوا الدوبامين ما هو موجود ولا النور أدرينالين. الخط الأول بهيك حالات هو الأدرينالين صراحة، بيجي بعده الدوبامين. أما النور أدرينالين فيفضل عدم استخدامه. حصار قلب الدرجة الأولى طبعا هون السرعة أقل من 60 حكما، منتظم بيكون في موجة بي، لاحظوا دائما في موجة بي فنسميه جي بي. معناتها المشكلة هي أنه عم يطول القطعة بي آر، عم يطول المريض ل عفوا من الأذين للبطينة، بس عم يطول وعم يطول ب يعني فترات ثابتة. لاحظوا البي آر متطاولة أكثر من يعني 5 مربع، نحن نعرف البي آر هي 5 مربع، إذا كانت أكثر من 5 مربع وثابتة هذا حصار درجة أولى، هو من الحصارات البسيطة نادرا ما تستطب يعني إعطاء يعني أدوية. نعطي أكسجين ممكن يتحسن المريض، وإذا اضطرينا نعطي الأدوية كالعادة أتروبين في حال ما نفى الأتروبين نلجأ لنظم خطى والأدرينالين والدوبامين. حصار القلب الدرجة الثانية في له نمطين، موبيتز 1 وينكباخ، سرعته أقل من 60. هون في عنا تطاول موجة بي موجودة دائما، لكن تتطاول بشكل تدريجي. لاحظوا هون عم تتطاول متطاولة، هون طبيعية طولت صارت 7 مربعات، هون صارت 10 مربعات، بعدين تسقط تجي موجة بي بدون نقل بدون QRS. إذا موجة بي دائما موجودة لكن في عنا تطاول تدريجي للبي آر مع سقوط موجة QRS. كمان نعطي أكسجين نادرا ما نستطب المعالجة. حصار موبيز 1 يعني حصار بسيط جدا، ممكن نلجأ للأتروبين إذا كان في أعراض شديدة أو حتى يعني نظم خطى والأدرينالين. أما الحصارات الهامة فهو حصار الدرجة الثانية موبيتس 2 وحصار الدرجة الثالثة. إذا الدرجة الثانية إذا قلنا أول شيء وينك باخ موبيتس 1 وموبيتس 2. موبيتس 2 ما له اسم ثاني، موبيتس 2 المسافات بي بي منتظمة، موجة بي دائما موجودة لكن في موجات بي بتتبعها كيو ار اس وفي موجات بي ما بتتبعها كيو ار اس، لذلك عدم وجود كيو ار اس فراح نشوف الار ار غير منتظمة. يعني إذا قسنا البي بين المسافة بين بي وبي منتظمة دائما في تنبيه أذيني، لكن المشكلة هي بالتنبيه البطيني. شايفين هدول تنتين كل بي وراها كيو ار اس، وهون تنتين بيتين ما فيهم وراهم كيو ار اس. إذا انتظام البي عدم انتظام الار، أحيانا بيكون الكيو ار اس عريض أو ضيق يعني حسب الحالة. هون يا شباب لازم نحط ناظم خطة بالموبيتس 2، بده ناظم خطة لأنه هام جدا، ممكن نعمله عبر الوريد أو عبر الجلد حتى يعني تجهز محور القسطرة لإجراء وضع البطارية. نادرا ما يفيد الأتروبين، ويعني إذا استخدمناه وما في عنا ناظم خطة ممكن يعني نستخدم الأتروبين، وإذا ما تحسن ممكن نلجأ للأدرينالين والدوبامين، لكن ناظم خطة هو يعني العلاج الفعال. أما حصار قلب الدرجة الثالثة فالمسافات بي بي منتظمة لكن آر آر غير منتظمة أيضا، البطينات عم يشتغلوا لحالهم والزينات عم يشتغلوا لحالهم، ما في أي ارتباط بيناتهم، ما في علاقة بين الموجة بي والموجة آر، مرة بتكون قريبة منها مرة بتسقط مرة بتكون بعيدة إلى آخره، فكل واحد عم يشتغل لحاله فبسموه افتراق زيني بطيني. مركبات كيو ار اس كمان تكون عريضة أحيانا أحيانا ضيقة. كمان العلاج بعد الأكسجين الكافي نحط ناظم الخطى وهو العلاج الفعال، ونادرا ما يفيد الأتروبين، ويعني إذا استخدمنا وما نفع ممكن نلجأ الأدرينالين والدوبامين، لكن بضل ناظم الخطى هو العلاج الفعال. هذا الألغوريزم اللي بنحطه بذهننا
لما بيكون في عندنا بطء قلب بنتعرف بنشوف الأسباب، بندعم الطريق الهوائي، بندعم الأكسجي، ونشوف بنراقب الضغط والأكسجي، بنفتح وريد، تخطيط القلب، ولا تنسوا الأسباب يعني السمية خاصة أو الأسباب اللي بتسبب لنا نقص أكسجي مثل مثلاً أمراض سي أو بي دي أو الربو اللي يترافقوا كتير مع يعني حالات حصار قلب. إذا في عنا يعني أعراض هامة بتسبب لنا هبوط ضغط أو تغير وعي أو علامات صدمة أو ألم صدري أو قصور قلب، مباشرة نلجأ للمعالجة. إذا ما في ممكن يعني المراقبة في بعض الأحيان. أكون وجود هاي الأعراض يعني بتدلنا إنه لازم نعالج، خاصة عند مرضى الدرجة التسرع الجي بي أو الدرجة الأولى والثانية وينكباخ. نلجأ هون للأتروبين بجرعة 1 ميلي جرام دفش، وكل 3 إلى 5 دقائق بجرعة قصوى 3 ميلي جرام، أو للدوبامين في حال ما تحسن على الأتروبين ممكن نلجأ لنظم الخطى أو الدوبامين أو الأدرينالين بالتسريب الوريدي. ويعني لا تنسوا دائما يعني نظم الخطى يعني الوريدي هو الحل النهائي بحالات يعني حصارات الدرجات المتقدمة الثانية مبستو وحصار الدرجة الثالثة، وهيك بيكون أنهينا يعني هاي المحاضرة.